سينو تفضل معنا. تطورت القضيه ديال الملولي اليوم انك اليوم كما شفتوا كاين اليوم الحمد لله بعد جلسات ماراثونيه تم احاله قضيه اليوتيوبر الشهير ومن معه على المداو على التامل. فاليوم تنشكروا السيد الرئيس على سعه صدره ويسمحنا بإطلاق كافة الدفوع شكلا وموضوعا والاستغلال البحري الجزائر كما شفتوا أزيد من 6 ساعات في شهر رمضان. هذا ليس بالسهل ليس بالهين. تشكر بزاف السيد وكيل الملك والسيد رئيس رئيس محترم على كما قلت على سعة صدره وعلى الصبر ديالو بأن تطرقنا إلى كافة الدفوع المثارة يعني سواء الموضوعية أو الشكلية. تتمنوا بأن البراءة تكون الحليف ديال المؤازر ديالنا صاحب الإقامة السياحية ونتمنوا بأن تاخذوا عبرة من هذا الدرس. الأمر عندما الأمر يتعلق بالبوز فشوفوا دابا حاليا من أجل البوز في الشباب في مقتبل العطاء هم الآن رحمة بين يدي القضاء. البوز إن كان به يعني وسيلة من وسائل إخواء لجني الملايين الرخيصة ولكن كذلك بالمقابل فهي وسيلة تتوصلك الى الزج بك بسهل. اليوم كنا جلسه كانت اليوم طويله تاريخ 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 سينوري فوق تاريخ المحاكمه تاريخ فوق التاريخ 29 مداواه التامل ان شاء الله 29 شكرا.